سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هنا جيت لكم فيديو وفيديو جديد. يلاه ساليت الحصه، شوفوني كي كنقطر. فريمون البنات غتشكروني على هذا الفيديو يا اللي تنحط لكم. فريمون البنات تنحطهم لكم من القلب، وغتلقاو عليهم نتيجه من طبيعه الحال يا البطيبيطات. المهم الحصه ديال اليوم هي غادي نخدموا على تقويه العضلات ديالنا وشد الجسم من الترهلات. غنركزوا على الباطن، غنركزوا على الجسم السفلي، ومن طبيعه الحال حتى الجسم العلوي، يعني رونفورسمون مسكولير لجميع العضلات ديال الجسم. وغادي تشكروني عليه، وغادي تسمعوا الحريق ديال بصح. كنبغي نقول لكم بيزويات، لاول مره كتشوف الفيديو كنقول لك مرحبا بك تابوني وما غاديش تدمي. وصحه فطوركم. غنمشيو التحميه، غادي نديروا تسخينات هي الاولى. يلا سمع معايا، حاول نطلع غير شويه لان نسخن دائما الجسم ديالك. صح، نحاول نطلع. حاول تمشى دائما، خليو تمشاو في بلاصتنا دائما دائما، خليو باش يدخل معنا في العادات ديالنا. برافو عليكم. يلا نعاود واحد اخرى. دائما اذا كنا غنخدموا على العضلات شد البطن ديالنا، فدائما كنحاولوا اننا نستغلوا الوزن ديال الجسم ديالنا. لكن اليوم غنقول لكم ممكن انكم تخدموا شي وزن عندكم في الدار، اي وزن عندكم تخدموا به. يلا شوف، برافو الجسم ديالي، غادي نخدم بهذا الوزن هذا. هذيك 10 ثواني. يلا حاول نطلق اونطلق طلق اونطلق. برافو. إلا بغيتو تبداو هاد التمرين هذا وديرو قبل منو هاد التمرين اللي درنا آخر مرة، وسيرو ديرو هاد التمرين هذا. ممكن أننا نمشيو غير هكا ونقص، اللي مكيقدرش ينقص يلاه كاملين نمشيو هكا. دابا نحسو في الجسم ديالك. ممكن سكوات، نفس مزيان. دائما الكعب ديالي ما يفوتوش رجليا، يعني الركب ديالي ما يخرجوش على صباع رجلي. برافو. ارتاحوا، عندنا 10 ثواني ديال الراحه. يلا نعاودوها، طلق ونطلع. برافو، نفسو مزيان، نفسي مزيان. دائما تنفس، ونحاول اننا نزيرو الجسم ديالنا، يعني نطلع ونهبط. برافو عليكم، تخي بيان، ارتاحوا شويه. فعندنا كيما قلت لكم 15 ثانية، 20 ثانية بالخدمة و10 ثواني ديال الراحة. غنعاودوها لثالث مرة. يلا ونطلع. دائما نخلي الكابية شوية متنيين باش أن هداك الوزن ديالنا كامل ما يهبطلناش على الركابة، كيهبط على لي فيس ديالنا أو على المؤخرة. غنحاول نطلق جوج مرات ونطلع دي جي اون جانكيك. لا نعاودو مرة أخرى.
دابا نحاولوا شوفوا معايا نحاولوا نمشيو هاد المره دائما كتبغي كتحاول ما تخرج على صباع ديال رجليا DJ on Junkie. دائما كنهضر بالمؤخرة ديالي فهذا البنات تنخدمو كنجمعو الجسم ديالنا كله ماشي غير الفخاد يعني هذا شي الجسم البطن الجسم التعاونات اللي كانوا في الجسم كاملة غادي ناخدو بوز برافو غادي ناخدو بوز Thank you.
هاني جاوبتي موراها. شوفوا معايا، برافو عليكم، هاني برافو. اطلق اطلق ici.
برافو. سبعة ثمانية تسعة جبنا نفيات كتعرفي مشدة معايا على حسابي يا اختي. برافو عليكم. دابا شنو غادي نخدم؟ برافو زوج ليكم خدمة. يلاه عشرة دو كاتر ساك سيس سات ويت نف ايديس. نعاودوها مرة أخرى. الحالة اللي فيها يعني صبروا 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 حنا قررنا نساليو. برافو عليكم. هاي هاي هاي